اتهم رئيس مجلس النواب الروسي واشنطن بتنسيق العمليات العسكرية في أوكرانيا بما يرقى إلى تدخل مباشر في العمليات ضد روسيا. وقال رئيس المجلس إن الولايات المتحدة تقوم بشكل أساسي بتنسيق وتطوير العمليات هناك. وكانت واشنطن وأعضاء في حلف شمال الأطلسي قد زودوا كييف بأسلحة ثقيلة لدعمها في مقاومة الهجوم الروسي، في حين نفى الحلفاء مرارا مشاركتهم في القتال بأنفسهم تفاديا لأن يصبحوا طرفا في النزاع على حد تعبيرهم. وروسيا أجرت التحضيرات النهائية للاحتفال السنوي يوم الاثنين المقبل بيوم النصر على النازية، هي الذكرى 77 لانتصار الاتحاد السوفيتي في الحرب العالمية الثانية على ألمانيا. جرى خلال التحضيرات عرض عسكري لآلاف الجنود في الميدان الأحمر بالعاصمة موسكو، ترافق مع ذلك تحليق لطائرات حربية واستعراض قوافل من الدبابات والمدرعات وقاذفات الصواريخ. على أرض الميدان الأحمر في العاصمة موسكو جرت التحضيرات النهائية للاحتفال السنوي الاثنين بيوم النصر على النازية. هي الذكرى 77 لانتصار الاتحاد السوفيتي السابق في الحرب العالمية الثانية على ألمانيا، وأصبحت حدثا سنويا منذ انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991، واكتسب مكانة بارزة في عهد الرئيس فلاديمير بوتين. استعراض عسكري على الأرض وفي السماء شارك فيه 11 ألف جندي و131 وحدة عسكرية وأكثر من 70 طائرة حربية. واستحضرت الدبابة الروسية الأسطورية T-34 إضافة إلى معدات تاريخية استخدمها الجيش الأحمر في الحرب العالمية الثانية. الاحتفال بيوم النصر في موسكو يتزامن مع دخول الاجتياح الروسي لأوكرانيا شهره الثالث، وسط تكهنات غربية متزايدة بأن الرئيس بوتين يريد أن يقدم للشعب الروسي انتصارا في الجبهة الأوكرانية أو الإعلان عن تصعيد للحرب في توقيت مناسب ليوم النصر. قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إن جميع النساء والأطفال والمسنين تم إجلاؤهم من مجمع أزوفستال لتصنيع الصلب بمدينة ماريوبل الساحلية بجنوب البلاد. وفي وقت سابق قال انفصاليون تدعمهم موسكو بمنطقة دونيتسك إنه تم إجلاء 50 شخصا من مصنع الصلب اليوم. وفي مدينة خاركيف الأوكرانية يلجأ سكان حي سالتيفيغا إلى محطات قطار الأنفاق هربا من قصف روسي لا يكاد يتوقف، وهم كذلك منذ بدء الاجتياح العسكري الذي بدأت القوات الروسية في 24 من شهر فبراير شباط الماضي. تحت الأرض يقيمون، لا ينتظرون قطارا بل نهاية حرب أثقلت كاهلهم وأرغمتهم على اختبار حياة لم يألفوها. هكذا يقضي الآلاف من سكان حي سالتفكا يومياتهم بعد أن بات الحي هدفا للمدفعية الروسية منذ يوم الحرب الأول. لا خيار لنا سوى هذه المحطات، الحي الذي أسكن فيه يتعرض يوميا لقصف عنيف. حتى الحيوانات الأليفة لجأت إلى هذه المحطات تؤنس الأطفال والعجزة. بعضهم أحضر ألعابا لعلها تشعر أطفالهم بأنهم في منزلهم وليسوا تحت الأرض. فيما حائط الإعلانات هذا بات لرسومات أطفال لا تتحدث إلا عن أحلام الصغار والكبار. أتمنى الذهاب إلى ألمانيا، أنا مريض بالقلب وزوجتي لا تريد أن ترحل. نخرج من المحطات إلى عمق الحي الأخطر في خاركيف. الأجزاء الشرقية مغلقة عسكريا، ممنوع التقدم يقولون لنا، فالقصف هنا طال كل الشوارع. يخرج من بقي في منزله منتهزا فرصة هدوء قد لا يدوم. القصف عنيف جدا ويستمر أحيانا لساعات طويلة، لكنني محظوظة لأنني أعيش في بيت أرضي وهذا أمن نسبيا.
على بعد 7 كيلومترات فقط تدور معارك الشرق الأوكراني. هناك تنصب راجمات ومدفعيات تصوب فوهاتها صوب سلتفكا التي تقول السلطات هنا إنها تقصف عشوائيا. باتت سلتفكا ركاما. أنهكها القصف على جبهة خاركيف وسط محاولات أوكرانية للتقدم ودفع القوات الروسية إلى الوراء، لعلها بذلك تخرج هذا الحي من نطاق المدفعية الروسية. وإلى حين ذلك يظل هذا الحي مثالا على عنف القصف والحرب. محمد شبارو، العربي، سلتفكا، خاركيف. ويبقى معنا محمد شبارو الذي ينضم إلينا الآن من خاركيف. محمد، كما ورد في تقريرك عبر السيدة، يصبح الحظ في سلتفكا بأن يقيم المرء في طابق أرضي أو تحت الأرض لتجنب القصف. مزيد من هذه الصور التي نقلتها لنا، ويعني ما التطلعات للمدى البعيد؟ يبدو أن هناك خلل بالتواصل الصوتي بيني وبينك محمد، سنحاول العودة إليك حال إصلاح هذا الخطأ، ونواصل الآن. ننتقل إلى ملف آخر وهو من العناوين الرئيسية في العربي اليوم، النووي الإيراني، حيث قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل إنه يسعى إلى حل وسط لإنهاء أزمة إحياء الاتفاق النووي بين إيران والغرب في ظل حالة الجمود التي يشهدها هذا الملف. تقرير لصحيفة فاينانشال تايمز ذكر أن بوريل يدرس تصورا يرفع بموجبه اسم الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية على أن تظل كيانات تابعة له في القائمة. كانت هذه آخر مرة يغادر فيها هؤلاء الدبلوماسيون قاعات التفاوض في فيينا بتاريخ 11 مارس الماضي. لم يعودوا بعد ذلك التاريخ إلى الآن. الاتفاق بشأن إحياء الاتفاق النووي بين إيران والغرب توقف عند لحظة التوقيع الوشيك في الأيام التالية، وحتى مع اندلاع الحرب في أوكرانيا ظل مسؤول السياسات الخارجية في الاتحاد الأوروبي يردد أن الاتفاق سيوقع في غضون أيام. لا يمكن أن أقول لكم متى أو أين سيوقع الاتفاق، ولكنها مسألة أيام. مرت أسابيع لا جديد، لم يعد أحد إلى هنا إلى مقر المفاوضات، لا للتوقيع أو لإجراء محادثات. لكن الآن في أكثر من مكان تجري محاولات لإنقاذ الاتفاق. إلى طهران يرتقب أن يصل الثلاثاء المقبل ممثل الاتحاد الأوروبي في مفاوضات فيينا للدفع بها إلى الأمام. محاولة هي الأخيرة، هكذا تنقل صحيفة الفاينانشال تايمز الأمريكية في حديث خاص مع بوريل، وفيه يقول إن الأوروبيين في سعي حثيث لإيجاد حل وسط قبل أن ينهار كل شيء. أما عقدة الخلاف فهي إصرار طهران على رفع اسم الحرس الثوري من قائمة العقوبات، فيما واشنطن ترفض والأوروبيون يقترحون رفعاً للحرس الثوري وإبقاءً على كيانات أخرى. لكن في واشنطن بدأت الإدارة الأمريكية توحي أنها مستعدة لكل الاحتمالات. أبرم الاتفاق أو لم يوقع، يقول المتحدث باسم الخارجية الأمريكية. واشنطن مهيئة لكلا الخيارين وبشكل متساو. في طهران تبدو العودة للاتفاق النووي ورفع العقوبات عن الحرس الثوري خطين متوازيين ومتلازمين. دون أحدهما لا مستقبل للاتفاق، وبينهما يحاول الآن الأوروبيون صناعة فرصة ما لإنقاذه. ومن طهران ينضم إلي الآن مراسل تلفزيون العربي حسام دياب. تحياتي حسام. وطهران تستعد لاستقبال أنريكي مورا نائب الرئيس السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي في ظل الحديث عن وجود مبادرة ما تجاه تحريك هذا الملف. ما الأجواء لديك في طهران؟
يعني بشكل عام يبدو أن طهران تنظر للتصريحات الأوروبية التي تخرج منذ فترة على أنها محاولة لدفع الجانب الإيراني لاتخاذ الخطوة الأولى، وهو الأمر الذي لم تقم به إيران حتى الآن منذ توقف المحادثات في جولتها الثامنة منذ نحو شهرين تقريبا على خلفية الحرب في أوكرانيا. إيران ترى في نفسها غير مستعجلة على التوصل لاتفاق على ما يبدو بحسب التصريحات المتكررة، ترى أيضا بأن الجانب الأمريكي هو من عليه اتخاذ الخطوة الأولى وأن القرار الآن بيديه حاليا وأنه يجب اتخاذ هذا القرار بأسرع وقت ممكن لحلحلة هذا الملف بشكل نهائي. الأمر الآخر ربما بالنسبة للإيرانيين هو دخول أوروبا بحسب التحليلات الإيرانية في أزمة طاقة على خلفية الحرب في أوكرانيا. إيران ترى بأن أوروبا تحاول دفع مسار المحادثات نحو الأمام، خلق حالة من الإيجابية بين الطرفين الإيراني والأمريكي للتوصل لاتفاق بشكل سريع والاستفادة من إمكانية عودة إيران لسوق الطاقة العالمية ورفض السوق الأوروبية بالطاقة المختلفة كبديل محتمل للروس. الآن سيزور أنريكي مورا يوم الثلاثاء المقبل طهران، سيجري عدة لقاءات أولها ربما سيكون مع كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كاني. لا أحد بطبيعة الحال يعلم ما الذي ستتمخض عنه هذه اللقاءات، لكن يبدو أن إيران غير مستعدة لتقديم أي تنازلات، وهذا ما بينته آلية تعاطي وسائل الإعلام الإيرانية مع خبر زيارة مورا. لم تعطي الأهمية الكبيرة لهذه الزيارة حتى الآن على ما يبدو، لكنها بنفس الوقت ترى بأنه تم التوصل للكثير من الاتفاقات مع الجانب الأوروبي تحديدا، ترى بأنه تم التوصل إلى أكثر من 80% من التوافقات حول العناوين الأساسية، وهذا يمكنه، هي متفائلة لإمكانية التوصل لاتفاق بشكل سريع إن امتلكت الإدارة الأمريكية الإرادة السياسية لذلك. الملف الأبرز الآن المتبقي في المشهد العام على ما يبدو هو ملف الحرس الثوري الإيراني. إيران ما تزال ترى هذا الملف خط أحمر لا يجوز المساس به، وهو غير خارج عن مسار المباحثات على عكس ما تقول تقوله واشنطن بشكل مستمر. الآن إيران ترى بشكل عام أن أوروبا وأمريكا دخلت في نفق أو تخاف من دخول مسار المباحثات في مسار طويل ومعقد، تحاول حلحلة هذا المسار والاستفادة من الوقت بشكل كبير، على عكس إيران التي ترى بأن الوقت يلعب لصالحها بشكل أو بآخر، سواء على مستوى تطوير البرنامج النووي أو فتح العلاقات مع دول الجوار وإيجاد أسواق بديلة في حال تم عدم التوصل لاتفاق كبديل محتمل اقتصادي تستطيع من خلاله إيران العودة للاقتصاد العالمي بقوة أكبر. شكرا جزيلا لك حسام دياب مراسل تلفزيون العربي من طهران. عودة إلى خاركيف مشاهدينا، وعودة إلى مراسلنا هناك محمد شبارو. محمد، يعني كييف تتوقع هجمات متصاعدة من موسكو التي بدورها تستعد للاحتفال بذكرى عيد النصر يوم الاثنين المقبل في ربط لهذا التحضير الروسي الاحتفالي، فما الوضع؟ ما التخوفات وأين؟ ديما، لا شك أن هنا في أوكرانيا الجميع يترقب الاثنين المقبل عيد النصر كما يطلق عليه ضد النازية. بالطبع هناك مخاوف جدية هنا في أوكرانيا تبرز على لسان التصريحات السياسية العسكرية وسائل الإعلام وحتى على الصعيد الشعبي، من إما تكثيف القصف الروسي على عدة مناطق أو تكثيف الهجمات على محاور خاركيف خرسون والشرق الأوكراني والجنوب عموما. ولكن في المقابل هناك أيضا خطاب سياسي وعسكري واضح يشير إلى أن أوكرانيا نجحت في المرحلة الماضية في على الأقل صد ومنع المخطط الروسي الذي كان يهدف إلى إسقاط كييف والسيطرة على عموم أوكرانيا والاحتفال في عيد النصر بإسقاط أوكرانيا أو الدولة الأوكرانية برمتها، وهذا ما برز أيضا في التصريحات السياسية خصوصا. وتاليا يعتبرون هنا في أوكرانيا أن القوات الأوكرانية أولا نجحت في إفشال المخطط الروسي في السيطرة على المدن الرئيسية أوديسا، كييف، خاركيف وغيرها، وأيضا يعتبرون بأن القوات الأوكرانية بدأت بالفعل بهجمات مركزة لاستعادة الأراضي التي سيطرت عليها القوات الروسية، وتحديدا هنا نتحدث عن جبهة خاركيف التي
تصدر كل يوم أو اثنين القوات الأوكرانية بيانات تشير فيها إلى استعادة بعض القرى ونجاحها في دفع القوات الروسية إلى الخلف وحماية عمق مدينة خاركيف من المدفعية ورجمات الصواريخ. والأمر أيضا ينطبق على الجنوب الأوكراني في محيط مقاطعة خرسون التي سيطرت عليها روسيا. وبالتالي ثمة هنا اعتقاد واسع بأن أوكرانيا نجحت في المرحلة الأولى وأن المرحلة الثانية ستكون اعتمادا على الأسلحة الغربية المتطورة هي لاستعادة ما تبقى من أراضي سيطرت عليها القوات الروسية. بالأمس سمعنا أيضا تصريح لمستشار الرئيس زيلينسكي هنا في أوكرانيا يتحدث فيه للمرة الأولى عن أسلحة نوعية بعيدة المدى، صواريخ بريطانية، مدفعية أمريكية تستخدم على الجبهات وتحديدا في جبهة إزيوم، وأيضا وعد بمزيد من الإنجازات العسكرية على هذا الجبهة. في المقابل على الجبهة الشرقية يقال هنا في أوكرانيا أن روسيا لم تحقق بعد منذ إعلان انطلاق المرحلة الثانية من العمليات العسكرية الروسية أي نتيجة، خصوصا نحن نتحدث هنا عن بلدات صغيرة كروبوجني وبوبسانا وهي المعارك محتدمة منذ أيام طويلة ولم تستطع بعد القوات الروسية السيطرة عليها، إضافة بطبيعة الحال إلى أن الأنظار تتوجه إلى ماريو بول وما يحضر على صعيد الاحتفال في المدينة وأيضا على صعيد مساعي إخراج آخر المدنيين العالقين في مصنع أزوفستال، وأيضا ما بعد ماذا سيحصل أو السيناريو المتوقع بعد خروج المدنيين وبقاء المسلحين من القوات الأوكرانية، وهل ستقوم روسيا بعملية واسعة لاقتحام هذا المصنع وسط الموقف الأوكراني الحاسم لجهة رفض التفاوض إن اقتحمت القوات الروسية هذا المصنع كما جاء على لسان الرئيس زيلينسكي مؤخرا. شكرا جزيلا لك محمد شبار ومراسل تلفزيون العربي من خاركيف في أوكرانيا.